صوت مباراة النادي الأهلي في الدوري الإفريقي والمتعة والحماس. من وجهة نظر حضرتك يعني ما بتقعد تتخيل كده، تخيلي النهاردة الاستاد هيكون ممتلئ بأعداد كبيرة جدا من الجماهير اللي جاية تشجع وتأزر النادي الأهلي، خصوصا التعادل 2-2 ده يعني فتح نفس الجمهور النهاردة ان هو لا يروح ويشجع أكتر ويكون عايز النادي الأهلي يفوز بالمباراة. ده اكيد طبعا، ان طبعا العامل الاساسي هو للنادي الاهلي هو جمهوره طبعا، لان ده ظهره طول عمره يعني. فاتوقع ان يبقى في جماهير، واتوقع ان هتبقى مباراه قويه جدا. النادي الاهلي طبعا محتاج الفوز، ولان النادي الاهلي طبعا ضيع فوزه في المباراه الاولانيه باهداف كتير، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يكسب المباراه ويقدر يعمل اداء كويس ان شاء الله، في ظل طبعا يكون في جماهير وحماس الجماهير. انت عارفه طبعا الكوره جماهير بتفرق جدا مع الانديه الكبيره زي النادي الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي في مصر. فاتمنى يا رب يكون في مؤازره جماهيريه، واتمنى فوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن رامي، لو رحت معاك للتصريحات الاولى اللي سمعناها في بدايه الحلقه من مستر كولر، مستر كولر محضر نفسه للمباراه ولكن كل تركيزه هو التاهل فقط، مش عايز يفكر في اي حاجه تانية غير انه يتاهل، وده هدفه الاول والاخير من مباراه اليوم. في نفس التوقيت اتكلم طبعا على ضغط المباريات وانه يمكن اللعيبه ما اخدتش الوقت الكافي من الاستشفاء. تعليق حضرتك ايه على الجانب ده، وهل ممكن يكون جانب او عامل مؤثر كبير على اداء النادي الاهلي او على لعيبته؟ مش جديد على النادي الاهلي، هو النادي الاهلي على طول مضغوط في كل مبارياته طول عمره. النادي الاهلي اشتراكاته في بطوله افريقيا او اشتراكاته في الدوري او اشتراكاته في الكاس، فهو النادي الاهلي مضغوط طول عمره، او الانديه الكبيره بتبقى عامه بتبقى مبارياتها على طول مضغوطه. فطبعا مستر كولر هو عنده من اللعيبه وعنده من المراكز اللي يقدر، هو عارف هيلعب من امتى وعارف مين مش هيلعب، فعنده مجموعة لعيبة على أعلى مستوى، عنده فكر، هو عارف قدرات اللعيبة بيلعبها إمتى. مستر كولر تحس إن هو ما تتوقعلوش تشكيل في أي مباراة، إن هو مرتب أموره أو مسيستم أموره على اللعيبة كلها، إن كل واحد في مركز فيه إذا كان اتنين أو تلاتة هو مسيستم على أساس إن هما أي حد يلعب في أي وقت يبقى متواجد وبيأدي زيه زي الأساسي أو احتياطي. ما بنحسش بيها دلوقتي في النادي الأهلي. ما أعتقدش إن بقى في لاعب احتياطي دلوقتي في النادي الأهلي يا كابتن رامي. لا هو يعني حتى اللقب ده ما حد، ما فيش لاعب هيلقب بيه خلاص. لا هو مستر كولر عشان عامل يعني توليفة من اللعيبة، وهو عارف بيوصل إزاي يبقى في حماس في كل مركز، او بيقول لهم هو اتوقع ان هو ما عندوش اساسي صحيح واحتياطي صحيح، وعنده مجموعه لعيبه على اعلى مستوى. يعني النادي الاهلي دلوقتي لما يلعب باي تشكيل ما تحسيش ان في فروق خالص، ما تحسيش ان في فرق كبير. يعني الاول كنت تحس بالفروق، ان مثلا حد ما لعبش النهارده نقول ايه، لا ده ما لعبش ده فارق مع النادي الاهلي، لكن دلوقتي ما بنحسش بالموضوع ده خالص. فطبعا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي، انا احساسي انه يلعب بتشكيله اللي هو الاساسي غير المباراه الاولى خالص، لان هو ملزم ان هو لازم يكسب. صحيح. قدرات النادي الاهلي اعلى من سيمبا بكتير، يعني قدرات، انا اتفرجت على الماتش الاولاني، لا انا شايف ان قدرات كلاعيبه في الملعب، لا في فروق في المستوى بين الاهلي وسيمبا. لا توقف مع حضرتك عند النقطه دي، هل معنى كلامك انه النادي الاهلي هو اللي سمح لسيمبا انه يفوز او يتقدم في المباراه او يكون مسيطر على زمام الامور؟ لان التصريحات الخاصه بالمدير الفني لفريق سيمبا بيأكد على قيمه وقدر النادي الاهلي وقيمه وقدر فريقه، وبيقول انه النادي الاهلي شاف قد ايه احنا كنا فريق تقيل امامه، وده بيخلينا ان احنا نكون عايزين نمشي على نفس المستوى، وان احنا الاثنين عارفين قيمه وقدر بعض بشكل كبير جدا. هل فعلا سيمبا التنزاني لو اتكلمنا عليه كفريق، هل هو الفريق اللي فعلا تقيل قوي، ولا لا حضرتك زي ما بتقولي مش مع ده خالص، وانه النادي الاهلي هو اللي سمح بده في المباراه؟ لا هو النادي الاهلي هو اللي سمح، لا انا مش شايف ان سيمبا اعلى من قدرات النادي الاهلي خالص، لا في فروق. انت لو تحس حتى المباراه اللي اتفرجنا عليها اهداف كتير جدا ضاعت من النادي الاهلي، يعني بيرستاو مضيع قد ايه، كهربا مضيع قد ايه، رضا مضيع قد ايه، يعني في اهداف ديانج مضيع، يعني في فرص كتير للنادي الاهلي. المباراه كانت مفتوحه شويه، او النادي الاهلي انت عارف النادي الاهلي ما كانش واخد الموضوع برضو ايه، ان سيمبا طبيعي هكسبه يعني مش هتعادل، يعني حتى لو تعادلت مش هتبقى برضو ايه بسطاني كلاعب كوره. ان قدرات سيمبا والنادي الاهلي، لا قدرات يعني اما تحس النهارده المباراه
انا اتوقع ان النادي الاهلي ممكن يكسب 2-3 كمان يعني ويبقى مرتاح جدا يعني مع المؤازره الجماهيريه طبعا هتفرق. لا انا شايف لا قدرات النادي الاهلي اعلى بكتير من سيمبا يعني. كان في تصريحات للكابتن محمد الشناوي اتكلم فيها على التأهل ثم التأهل، يعني ده اكتر حاجة طبعا النادي الاهلي بيفكر فيها، ولكن الكل تحدث ومستر كولر تحدث عن الجانب ايضا الخاص بقيمة الفرق اللي مشاركة، وان كل الفرق بتنافس بقوة وكل الفرق عندها لعيبة تقيلة وكلهم اسماء. تعليق حضرتك ايه، وهل فعلا شايف ان المنافسة شرسة وقوية في النسخة الاولى من البطولة في ظل ان الكل عايز يتوج او يبقى اسمه في التاريخ هو التوجة باول لقب في البطولة؟ انا شايف ان هي بطولة، انا من وجهة نظر ان هي قوية، انا شايف فيها فرق على اعلى مستوى، فرق كبيرة. الادوار اللي جاية هي اللي هيبقى فيها المستوى الاعلى، يعني الادوار الاولانية دي انا شايف يعني لو قلناها كده هنلاقي الفرق اللي هي الكبيره او اللي خدت بطولات كتير هي اللي ممكن توصل. لكن دلوقتي في الكوره مفيش دلوقتي كبير وصغير، يعني ممكن يحصل اي موقف النتيجه تتغير، ممكن تكون احنا متوقعين مثلا في فرقه كبيره ان هي تكسب تلاقي الموضوع عكس. فانا شايفها ان هي بطوله تغطيه اعلاميه كويسه جدا، اهتمام اتحاد افريقيا كويس جدا، شايف ان هي بطوله ناجحه فيها فرق على مستوى وفرق تقيله، لكن البطوله هتحلو في الادوار الجايه، يعني اما تلاقي ان شاء الله النادي الاهلي يكسب او سان داونز يكسب هتبقى برضه مباراه قويه جدا بين النادي الاهلي وسان داونز، فرقتين كبار في الناحيه الثانيه، في الوداد، في الترجي، في مازيمبي، لا فرق سان داونز، ما انا بقول سان داونز النادي الاهلي لو كسب وسان داونز كسب هيلعبوا بعض، فانا شايف ان الامور يعني هتحلو في الادوار اللي جايه، يعني لان كل الفرق اللي جايه انا متوقع الفرق الكبار هي اللي هتوصل. الكلام كمان خلال ان شاء الله النسخه الثانيه من البطوله ان احنا نشوف اكتر من نادي باذن الله من الدول، يعني ان شاء الله في كلام على انه محتاجين نشوف قطبي الكره المصريه الاهلي الزمالك، محتاجين نشوف بيراميدز كمان بيشارك معاهم، محتاجين من المغرب نشوف الجيش الملكي، محتاجين نشوف الرجاء المغربي مع الوداد، يعني من كل يعني دوله عايزين نشوف كمان اكتر من نادي بيشارك. واتحاد العاصمه واخد اتحاد العاصمه الجزائر يعني هتبقى قويه، هي بطوله طبعا، هي بطوله باينه.